هنتعرف على أهم الجوانب في حياة الأميرة فوزية، كانت عايشة إزاي؟ بداية من ميلادها وزواجها من شاه إيران، وإزاي أجبرت على الزواج منه، وكانت حياتها معاه شكلها إيه؟ وليه تم الطلاق بينهم؟ وزواجها لتاني مرة من المقدم إسماعيل شيرين، وليه وصف بأنه زواج الشؤم على العيلة المالكة؟ وعمل لها إيه الناصريين؟ وإيه كان موقف السادات منها لحد وفاتها؟ الأميرة فوزية فؤاد هي أخت الملك فاروق، صنفت بشهادة الجميع كأجمل جميلات الأرض، فهي كانت بتتمتع بجمال شديد ونادر على الرغم من جمالها، إلا إنها كانت سيئة الحظ، ما كانتش سعيدة خالص في حياتها برغم كل ما تتمتع به من مزايا من جمال وأصل ملكي. فقال عنها السفير البريطاني لامبسون: رأيت أجمل نساء الأرض فيها. وكمان قال شارل ديجول عن جمال فوزية في مذكراته: إنها المرأة التي ترك الرب توقيعه فيها. أما شيرشل فقال: شقيقة الملك فاروق فوزية هي امرأة صاحبة جمال نادر وغامض يجبرك أن تتمعن فيه. الأميرة فوزية هي أخت الملك فاروق، ولدت في 5 نوفمبر 1921، وهي الابنة الثانية للملك فؤاد الأول من زوجته الملكة نازلي. اتعلمت في سويسرا وأتقنت الفرنسية والإنجليزية، وبعد ما خلصت دراستها رجعت مصر واستقرت فيها. جت مصر وأصبحت سجينة القصر الملكي. كانت فوزية بتحب العزف على البيانو، وبتحب كمان الرسم وركوب الخيل. وعلى الرغم من ان كل حاجة متوفرة لها وطلباتها كلها مجابة، الا انها كانت تعيسة، ما شافتش طعم السعادة. فتجوزت فوزية من محمد رضا بهلوي ولي عهد ايران بامر ملكي، وكان عمرها 18 سنة. اتجوزت في 10 مارس 1939، فاعتعمل لها فرحين، مرة في القاهرة والتانية في ايران. وفي نفس عام زواجها توج زوجها محمد رضا بهلوي وليا على عرش ايران بعد نفي والده لجنوب افريقيا بعد غزو روسيا على ايران. واصبحت فوزية امبراطورة ايران، وانجبت فوزية ابنة وحيدة من شاه ايران وهي شاهيناز بهلوي. وكانت الاميرة فوزية تعيسة جدا في زواجها، معرفتش الحب ولا السعادة، فهي اساسا اتجوزته مجبرة بأمر ملكي، وهو أصلا ما شافهاش غير مرة واحدة قبل ما يتجوزها، فما فيش بينهم أي مشاعر لا حب ولا حتى إعجاب، فهي اتجوزته غصب عنها. وجوزها ما كانش مخلص ليها، عانت في جوازها من مشاكل صحية وجسدية وحرمان عاطفي، وكل ده أثر على جسمها وخلاها تفقد وزنها لدرجة كبيرة. وسنة 1945 تم الطلاق، ورجعت فوزية مصر وسابت بنتها شاهناز مع أبوها في إيران. اتجوزت فوزية لتاني مرة سنة 1949 من المقدم إسماعيل شيرين، اللي أنجبت منه نادية وحسين، وقيل إن هذا الزواج كان شؤم على العيلة المالكة. فبعد ما أصبح إسماعيل شيرين وزير للحربية بعدة أيام سنة 52، عمل ضباط الجيش انقلاب وخلعوا الملك فاروق، وخرج هو والعيلة المالكة من مصر نفيا لإيطاليا. ولكن فوزية رفضت إنها تسيب مصر وقررت الإقامة فيها، ولكن تم تجريدها من ألقابها ومزاياها الملكية وكمان مصادرة أملاكها، واستقرت في فيلا في اسكندرية في منطقة سمو. عاشت فوزية مع أسرتها في هدوء وتواضع لحد ما توفى زوجها سنة 1990، ودفن في مقابر آل شيرين. وزارها السادات لفيلتها، وبعدها دعاها لزيارة للقصر الملكي اللي كان في يوم من الأيام بيتها، والخدم هناك رحبوا بيها وحيوها لأنهم كانوا خدم العيلة المالكة. وتوفت الأميرة فوزية عن عمر 91 سنة 2013.